عنوان الدرس الأنظمة العددية أو الرقمية في الحاسب الآلي. طيب يعني إيه الأنظمة الرقمية؟ الحاسب الآلي ما بيتعاملش مع الأرقام، هو بيتعامل مع وضع أوف يعني انقطاع التيار، ووضع أون يعني معناه إن الدائرة الكهربية في الحاسب بتشتغل. عشان كده طيب إزاي أتعامل مع او ازاي يتعامل الحاسب الالكتروني مع النظام الايه الرقمي او العدد. طيب النظام الرقمي هو مجموعه من الاشارات التي تعبر عن رقم معين، يبقى هي مجموعه من الايه الاشارات بيقراها الكمبيوتر، وفي الاخر هو بياخد رقم معين. يبقى النظام الرقمي هو مجموعه من الايه الاشارات التي تعبر عن رقم معين، يبقى هو الكمبيوتر بحط له اشارات معينه، هو بيحول هذه الاشارات لرقم. تمام. خصائص النظام الرقمي او العددي. للنظام الرقمي او العددي 4 خصائص مهمة. اي نظام رقمي يتكون مجموعة من الاشارات، يبقى هو بيتكون من مجموعة من الايه الاشارات. الاشارات ديت عدد الاشارات يساوي اسم النظام، يعني لو عندي اشارتين يبقى النظام ثنائي، لو عندي 8 اشارات يبقى نظام ثماني، لو عندي 10 اشارات يبقى ايه نظام عشري، لو عندي 16 إشارة يبقى نظام 16. دائما وأبدا يبدأ النظام، أي نظام من الأنظمة اللي احنا قلناها سواء الثنائي أو الثماني أو العشري أو 16، من الصفر، ويتدرج الأرقام بالتتابع دون انقطاع. يعني 0 1 ده يبقى نظام ثنائي، 0 1 2 3 4 5 6 7 ده ثماني، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ده نظام عشري، من 0 لغاية 15 ده نظام ايه 16. يبقى اكبر رقم في النظام هو عدد الاشارات النظام مطروح منه 1. يعني ايه اكبر رقم في النظام؟ عدد الاشارات ناقص 1. يعني النظام الثنائي عدد الاشارات كام؟ 2، اطرح 1 يبقى 1، يبقى اكبر رقم هو 1. النظام الثماني كام اشارة؟ 8، اطرح 1 يبقى 7، يبقى اكبر رقم كام؟ 7. النظام العشري اكبر عدد اشاراته كام؟ 10، اطرح منه 1 يبقى 9، يبقى اكبر رقم كام؟ 9. النظام السادس عشر عدد اشاراته كام؟ 16، اطرح منه 1 يبقى كام؟ 15. يبقى النظام الثنائي يبدأ من 0 لـ1، النظام الثماني يبدأ من 0 لـ7، النظام العاشر يبدأ من 0 لـ9، والنظام السادس عشر يبدأ من 0 لـ15. طيب النظام العشري زي ما انت شايف كده اهوت جدول بيوضح لك يبدأ من 0 ثم 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية 9، وعدد الإشارات يعني عدد الحاجات كام يا جماعة؟ عدد الإشارات كام؟ 10 إشارات. خلاص. طيب ودايما بكتب أساس النظام جنب الرقم، جنب الإيه؟ الرقم. تعال نشوف الرقم العدد العشري اللي هو 7654 ب 23 من 100، ازاي احلله لمراتبه؟ خد بالك هنمسك الجزء الصحيح لوحده والجزء الايه العشري لوحده. الجزء الصحيح اللي هو 7654، لو بصينا على الرقم دوت، لو بصينا لو بدينا نكتب من اليمين، الاربعه دي اسمها احاد، والخمسه عشرات، والسته مئات، والسبعه الاف. يبقى الرقم عشان هو رباعي مكون 4 دي احاد، الخمسة دي عشرات، الستة دي مئات، السبعة الاف. لو خدت الرقم 4 دي معناها 4 في 1، جت منين الاربعة؟ لكنها 4 في اساس النظام كام؟ 10، اس كام؟ اس 0، لان الاحاد بتاخد 0. طيب نيجي الخمسة في العشر، الخمسة دي عبارة عن ايه؟ 5 في 10 اس 1، لان العشرات العشرة الاس بتاعها 1، المئات الاس بتاعها 2، الالاف الاس بتاعها كام؟ 3. يبقى لو حللت الرقم 4 في 10 اس 0، و5 في 10 اس 1، و6 في 10 اس 2، و7 في 10 اس 3. لو ضربت السبعة في 1000 اللي هي 10 اس 3 7000، والستة في 100 اللي هي 600، والخمسة في 10 50، والاربعة 4. يبقى لما اجي اقراها اقول 7654. طيب نيجي للجزء الثاني احلله ازاي؟ خد بالك
هنا العكس، هنا ايه؟ الرقم الاولاني بحطه 2 في 10 أس سالب 1، يبقى العشري ما بيبدأش من الصفر، بيبدأ من سالب واحد على طول، يبقى 2 في 10 أس سالب 1. طيب والتلاتة، يبقى 3 في 10 أس سالب 2 اللي هي 1 على كام؟ 100. يبقى دي 2 من 10، ودي ايه؟ 3 من 100، يبقى 23 من 100 تتقري. يبقى تحليل الرقم ان انا بحلل الجزء الصحيح لوحده والجزء العشري لوحده. خد بالك الصحيح بيبدأ من 10 أس 0 و10 أس 1 و10 أس 2 و10 أس 3، لكن العشري بيبدأ من 10 أس -1، والرقم التاني 10 أس -2. خلاص ممكن اجي اقول لك في الامتحان اذا كان لديك هذا العدد المطلوب تحليله الى مراتبه التالية وتحلله. النظام الثنائي نظام عددي اساسه 2، يبقى اساسه كام؟ 2. مقارنة بالنظام العشري الذي اساسه كام؟ احنا قلنا 10. اي ان الرموز المستخدمة في العدد في النظام ده هم رمزين 0 و1. مش احنا قلنا النظام العشري من 0 ل 9، وهنا هيبقى من 0 لكام؟ ل1. طيب ويعتبر النظام الثنائي هو اساس اللغة التي تتعامل بها الحاسبة الالكترونية والانظمة الالكترونية. يبقى اي كالكوليتر او اي نظام رقمي في الكمبيوتر بيتعامل بالنظام الايه؟ الثنائي. اهو يعني معناه ايه؟ 1 0 0 1، وفي رقم 1 0 1 1 1، علامة عشرية 1 0 1، وهكذا. دي انظمة ثنائية. يبقى الواحد معناه فتح التيار، والزيرو معناه قفل. طيب فمثلا لو انا عايز اكتب 110 بالنظام الايه؟ الثنائي وبالعشري. ال110 يتكتب بالنظام الثنائي كان 110 جنبه ايه؟ 2. والنظام العشري 110 جنبه قوس، جنبه تحت كده ايه؟ 10. يبقى الاولاني بالاساس الثنائي والتاني بالاساس العشري. طيب عايز احلل العدد دوت 110 علامة و101، كل ده نظام ثنائي. عايز احلله، احلله ازاي؟ همسك الرقم من اليمين، الزيرو احاد يبقى 2 أس 0، والواحد عشرات 2 أس 1، والواحد التالت ميات يبقى 2 أس كام؟ 2. هيبقى 0 في 2 أس 0، 1 في 2 أس 1، 1 في 2 أس 2. زائد هنا عندك 1 في 10 أس في 2 أس سالب 2 أس سالب 1، آسف، و0 في 2 أس سالب 2، و1 في 3 أس سالب 3. يبقى سواء في النظام العشري أو في النظام الثنائي، الرقم الصحيح دايما يبدأ من الاساس اس 0 او الاساس اس 1، لكن هنا الاساس اس ايه؟ في العشري بقى سواء دوت نظام عشري او نظام ثنائي، من 2 اس سالب ايه؟ 1، او 10 اس سالب 1، 2 اس سالب 2 او 10 اس سالب 2، و2 اس سالب 3 او 10 اس سالب 3. خلاص؟ النظام الثنائي الثماني، النظام الثماني هو من ضمن الانظمه المستخدمه في الحاسبات الالكترونيه، واساس النظام الثنائي هو 8. فالنظام الثنائي يبدأ من 0 لغاية 7، عدد اشاراته 8. عدد اشاراته كام؟ 8. اي رقم من الارقام ديت لازم لو حطيت جنبها، ده اسمه التمييز بتاع الايه؟ الرقم. يبقى لو حطيت 2 يبقى ثنائي، لو حطيت 8 يبقى ثماني، لو حطيت 10 يبقى ايه؟ عشري. هو بيقول لي حلل العدد 203.65 بالاساس الثماني. بنفس الطريقة التلاتة الأولانية في 8 أس كام؟ زي ما اتفقنا أحاد، يبقى أس 0. في الزيرو اللي بعدها أس 8 أس كام؟ 1. 2 أس 8 أس كام؟ 2. يبقى 3 في 1 0 و2 في 4 وإيه؟ و60. زائد لو أنا جمعت 3 وال2 في 64 بكام؟ ب128. خلاص يبقى كام؟ 100. يبقى انا لو حللته يبقى هضرب ده ال2 في ال64 وهكذا. خلاص زائد نمسك الجزء العشري بتاعي 6 و5. الستة هتبقى ايه؟ في 8 أس ماينس 1، والخمسة هتبقى في 8 أس ماينس كام؟
2. يبقى لو انا قدرت اجمع العدد دوت هيبقى 3 زائد 128، يبقى 131، والكسر بتاعنا كام؟ اللي هو 65%. ده لو انا عايز احلله، لكن هو ده تحليله بالطريقة ديت. خلاص.